حكيت كثرة ليزاجونس اللي خرجوا لبرا، ويني بالحق الرقابة الشديدة في الموضوع. أنا كمؤثر على السوشيال ميديا والله أكثر من أجونس وإلا مدرسة فسخت معايا كولابوغاسيون بعد ما تفهمنا على كل شيء. أي المشكلة عرفتوها منين؟ المشكلة مش مني، المشكلة إنه كي نطلب منهم أوراق معينة مثل كبطاقة التعريف الجبائية، وصل الإيداع ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات. فجأة إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. برا عادة قلت لهم أسكتوا زيدا، ما تلقاهمش في قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، يعني ما عندهمش ترخيص قانوني، وبكل رقعة يقولك أه نخرجوا الخليج، نخرجوا لألمانيا، نخرجوا للمريخ. شنو الحكاية؟ هذاك علاش توافقوا لي يا غالي؟ الحل إنكم تدخلوا جوجل وتكتبوا الجملة هذيك، باش هكاك تخرج لكم القائمة القانونية على موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني. وبعد ما تخرج لك القائمة، كان ما لقيتش اسم المؤسسة اللي تتعامل معها، أعرف اللي هي فما زوز أسباب. ينجم يكون إنهم في شراكة جدية مع مؤسسة في تونس ولا خارج تونس، كيف ما ينجم إنه نسبة كبيرة إنهم متحايلين مهم الجدي. هذاك علاش قبل ما تتعامل مع أي مؤسسة ديما نسنس ومتبداش تطلف حكاكة، رد بالك.